أينما حل اللبناني حلت الصعاب، أو الأصح أينما حل اللبناني حل الغلاء. فلم يرتاح المغترب من أزمة جوازات السفر الحاصلة في لبنان وغلاءها الكبير، بالإضافة إلى عدم القدرة على الحصول عليها. فاليوم أثارت قصة الجوازات وأسعارها الجديدة في السفرات اللبنانية في بلاد الاغتراب خضة واسعة في صفوف الجاليات اللبنانية المتواجدة في مختلف بلدان العالم، خصوصاً أن البعض لمس الغلاء الفاحش في أسعار الجوازات في عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية الشمالية. لكن لنشاهد ما حقيقة هذه الأخبار التي تروج لغلاء أسعار الباسبور في هذه البلدان. وعبر موقع دياسبورا أون تم الكشف عن الحقيقة، حيث قالت مصادر مطلعة أن الأرقام التي تم الحديث عنها لا أساس لها من الصحة في الأروقة الرسمية الموجودة في بلاد الاغتراب، فلم تتبلغ أي سفارة أو قنصلية بوجوب زيادة الرسوم على تجديد الباسبورات. وهذا ما يجعل الأرقام التي نشرت بين الجالية تثير الريبة. وأشارت المصادر إلى أن منذ حوالي سنة ونصف تم زيادة سعر تجديد الجوازات، إنما هي زيادة لا تذكر، وسببها كان بسبب أن تحصيل المستلزمات الخاصة بالسفرات بات صعبا على التسعير السابقة، مما اضطر المعنيين بالأمر بالتواصل مع وزارة الخارجية وأخذ الإذن بزيادة بضعة دولارات قليلة على كل جواز، ومر الأمر دون أن يشكل أي أزمة عند الشعب المغترب. لكن ما يحصل الآن هو محض افتراء وأكاذيب وأخبار ملفقة مجهولة المصدر. وبحسب موقع دياسبورا أون أيضا، من الممكن أن يكون بسبب سمسرة بعض الأشخاص واستغلال الخضات المالية التي تحصل في لبنان للكذب على المراجع وسحب منها ما استطاع من مال بحجة أن الدولة دولرت سعر الباسبورات. فالسمسرة والشجع لا زال يلاحق اللبنانيين المغتربين بعدما هربوا من كل هذه الإهراءات في وطنهم الأم، كما يكاد اللبناني المغترب أن يهلع كعادته وكما تعود في لبنان. لكن ما إن تم توضيح الأمر حتى نقول الجملة الشهيرة: لا داعي للهلع.